السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 1 أو الصف الأول الابتدائي ترم 1 الترم الأول، وكنا أنهينا الحلقات اللي فاتت شرح يونت 1 ويونت 2، والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض يونت 3 in my community. يونت 3 in my community، إن يعني في، my community، my community يعني مجتمعي، واتفقنا قبل كده إن أي حاجة أقول عليها my يبقى حاجة ملكي أو تخصني، حاجة ترجع لي related to me، ف my community يعني مجتمعي. وطبعا ال community أو المجتمع هو مش المكان اللي احنا عايشين فيه بس، هو المكان اللي احنا عايشين فيه أو ال place والأشخاص أو ال persons اللي احنا عايشين وسطيهم. يبقى الكوميونتي هو مكان وهو أشخاص إحنا عايشين وسطيهم. وطبعا في يونت 3 أو في الوحدة الثالثة in my community إحنا عايزين نعرف الفرق بين two prepositions أو اتنين من حروف الجر. في عندنا في اللغة الإنجليزية حروف جر كتير، إحنا النهاردة عايزين نعرف الفرق بين in و at. in في و at في، والاتنين بيعبروا عن الزمان وعن المكان. النهاردة عايزين نتعرف على الفرق بينهم واحنا جايين نتكلم عن مكان من الاماكن. فلما باجي اقول ان على مكان معين، يعني في اي مكان معين، بقول ان على الاماكن الكبيرة، الاماكن الواسعة اللي ملهاش عنوان محدد، بقول ان على مكان ملوش عنوان محدد. يعني مثلا ممكن اقول ان ايجيبت، ان ايجيبت يعني في مصر. ممكن كمان اقول ان كايرو، ان كايرو في القاهرة. ان الكساندريا، ان الكساندريا يعني في الاسكندرية. فان بتيجي تعبر عن مكان من غير محدد عنوان معين، من غير محدد علامة معينة بتكلم عنها في العنوان ده. لكن لما باجي بتكلم عن مكان محدد بعينه، عنوان محدد بعينه، بقول at. فلما باجي بتكلم عن مكان محدد بعلامة محددة وليه عنوان، في الحالة دي بقول at. at يعني في برضو، بس at بتبقى أكثر دقة من in. وأول حاجة هنقابلها في unit 3 in my community هي at school. at school في المدرسة. بنتكلم طبعا عن مجموعة من الأماكن في الكوميونيتي بتاعنا أو في المجتمع بتاعنا. at school، at school في المدرسة. وطبعا أول حاجة هنقابلها at school أو في المدرسة الكلاسروم. classroom، classroom يعني حجرة الفصل، يعني قاعة الدراسة، يعني الفصل. classroom، مرة كمان classroom، classroom. تاني حاجة بنقابلها في السكول هي playground. playground أو الفناء، المكان اللي احنا ممكن نلعب فيه وناخد فيه البريكس بتاعتنا او الفسحة بتاعتنا، ده اسمه البلاي جراوند. البلاي جراوند او الفناء او الحوش يعني. طبعا لما بنيجي ناخد حصة العاب بناخدها في حاجة اسمها السبورتس هول. سبورتس هول يعني قاعة الالعاب، زي ما احنا شايفين قدامنا هي دي السبورتس هول او قاعة الالعاب. المفروض ان احنا لما بننزل حصة العاب نلعب رياضة معينة بنلعبها في السبورتس هول أو في قاعة الألعاب. يبقى عندنا at school في المدرسة بنقابل تلات أماكن عايزين نعرفهم كويس. أول حاجة الكلاس روم، كلاس روم يعني حجرة الفصل، يعني الفصل. تاني حاجة البلاي جراوند، البلاي جراوند أو الفناء، الحوش يعني أو الفناء، المكان اللي احنا بناخد فيه البريكس بتاعتنا او الفسحة بتاعتنا. وتالت حاجة السبورتس هول او قاعة الرياضة، المكان اللي لما بناخد حصة العاب بننزل نلعب الالعاب الرياضية المختلفة فيه. تاني حاجة بنقابلها في my community in town يعني في المدينة. town يعني مدينة كبيرة، وطبعا in town يعني في المدينة. بنقابل بعض الاماكن في المدينة زي مثلا school. school يعني مدرسة. school، school، school. وزي كمان park، park يعني متنزه. park، park، park. مرة كمان park، park، park. كمان في التاون أو في المدينة بيبقى موجود houses، houses أو منازل. houses، 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 houses أو منازل.
واحنا ماشيين in the town او في المدينة بنشوف البيكري او المخبز. البيكري او المخبز. بيكري. كمان لما نحب نشتري لحمة بنشتريها من ال butcher's market. butcher's market يعني محل الجزار. butcher's market. مرة كمان butcher's market. butcher's market يعني محل الجزار. كمان لازم نبقى عارفين يعني ايه at the park. at the park يعني في المتنزه، في المكان اللي احنا بنروح نتنزه فيه ونلعب فيه. at the park يعني في المتنزه. at the park. مرة كمان at the park. طبعا واحنا at the park او في المتنزه بنستمتع بوقتنا على السوينج. سوينج او الأرجوحة المرجحة يعني. سوينج سوينج سوينج. مرة كمان سوينج سوينج سوينج. وكمان ممكن نلعب على السلايد. سلايد أو زحليقة أو ينزلق. سلايد سلايد سلايد. وكمان في لعبة جميلة أوي بنلاقيها at the park أو في المتنزه اسمها roundabout. roundabout لعبة الدوارة يعني لعبة الدوارة. roundabout. مرة كمان roundabout roundabout roundabout. وفي يونت 3 كمان بنتكلم عن بعض الأشخاص زي ما قلنا in my community أو في المجتمع بتاعي، زي مثلا my teacher. my teacher يعني المعلم بتاعي، معلمي أو المدرس بتاعي. فلما أقول لك listen listen to your teacher، listen to your teacher يعني استمع إلى معلمك. listen to your teacher استمع إلى معلمك. مرة كمان listen to your teacher يعني استمع إلى معلمك. ولما نبقى موجودين في السكول بتاعتنا أو في المدرسة بتاعتنا بنبقى كتير جوه السكول او جوه المدرسه، فاحنا لو جرينا ممكن نخبط بعض ونعور بعض نوقع بعض. فانا ممكن اقول لك في الوقت ده don't run، ما تجريش in the school، في المدرسه، في اي مكان في المدرسه ما تجريش عشان ما تقعش وما تتعورش. don't run in the school. مره كمان don't run in the school، ما تجريش في المدرسه. don't run، ورن يعني يجري، in the school في المدرسة. فأنت ممكن تقول لي I can. I can يعني أنا أستطيع. I can. I can يعني أنا أستطيع run. run إن أنا أجري. I can run، أنا أستطيع أن أجري. I can run، أنا أستطيع أن أجري. I can run، أنا أستطيع أن أجري. وفي الحالة دي أنت بتعبر عن نفسك وبتقول أنا أستطيع، أنا أقدر أعمل العمل ده أو أفعل الفعل ده. ممكن كمان تقول لي I can't swim. I can't هنا حطيت بعد can not علشان أخليها لا أستطيع، يبقى كان يستطيع، cannot لا يستطيع، يبقى I cannot swim. I cannot swim، أنا لا أستطيع السباحة. I cannot swim، أنا لا أستطيع السباحة. فممكن أقولها I can't swim. I can't swim يعني أنا لا أستطيع السباحة. وهنا أنا عملت contraction أو ضغط cannot وخليتها can't علشان خاطر أختصر في الكلمات اللي أنا بكتبها، وهي بنفس المعنى can't equal cannot. can't equal cannot يعني لا أستطيع أو لا يستطيع. يبقى I can't swim، أنا لا أستطيع السباحة. I can't swim، أنا لا أستطيع السباحة. I can't swim، أنا لا أستطيع السباحة. لو أنا بسألك إن أنا عايز أشتري حاجة معينة، فأنت بتقول لي مثلا المتجر ده بيبيع الحاجة دي، فتقول لي هذا المتجر يبيع هذا يعني this. وthis طبعا دي أداة إشارة للمفرد القريب، حاجة واحدة قريبة أو شخص واحد قريب، لما بشاور عليه بقول عليه this. ده اسم إشارة للقريب المفرد. ده اسم إشارة للقريب المفرد يعني هذا أو هذه. لما بشاور على شخص معين أو بشاور على حاجة معينة بقول عليها this، بس بشرط إن هي تكون قريبة مني في المكان. فأنت تقول لي this store، هذا المتجر sells. sells بيبيع.
This store sells هذا المتجر يبيع. This store sells هذا المتجر يبيع. لما تيجي تشاور على المدرسة بتاعتك واحنا واقفين وتقول لي هذه مدرستي واحنا واقفين جنبها او قريب منها وتقول لي هذه مدرستي، يعني This is my school. This is my school. وطبعا زي ما احنا عارفين is بمعنى يكون بتيجي للمفرد للحاجة الواحدة، فزي ما قلنا this يعني هذا أو هذه مفرد وبيكون قريب مني في المكان بقول عليه هذا أو هذه، فلازم يجي بعد منها is. وطبعا verb to be احنا شارحينه على القناة، تقدروا ترجعوا للحلقة بتاعته تعرفوا أكتر عن verb to be وتقدروا تعرفوا الفرق بين is و are. الدرس بتاعه هيفيدكوا جدا. فلما تيجي تقول هذه مدرستي هتقول لي This is my school. This is my school. This is my school. أما الفونكس الخاصة بيونت 3 in my community، ففي عندنا أول حاجة حرف ال O لما بيجي بعد منه W. حرف ال O لما بيجي بعد منه W ال O بننطقها لوحدها أو 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 أو، أما ال W بننطقها وه وه وه. فلما بيبقى عندنا O وبعد منها W بننطقها أو 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 أو، زي كلمة throw 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 يعني يلقي يعني يرمي throw throw throw. مرة كمان throw throw throw. وزي كلمة yellow 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 يعني أصفر yellow yellow yellow. تاني جزء في الفونكس عندنا في يونت 3 حرف ال O لما بيجي بعد منه A. حرف ال O لما بيجي بعد منه A زي ما قلنا حرف ال O بننطقه O O O، وحرف ال A بننطقه A A A. لما بيجي لنا حرف ال O في الكلمة بعد منه حرف A، حرف ال A بيسكت شوية وصوته بيقل خالص وحرف ال O بيبقى مغطي عليه، فبيبقى نطقهم مع بعض أو أو، زي كلمة boat 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 أو قارب أو مركب. هنا حرف ال A لو ناخد بالنا هنلاقيه مش موجود في النطق، مستخبي. حرف ال O غطى عليه زي ما قلنا وبقى يتنطق معاه في سياق الكلمة، فبقينا نقول boat 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 يعني قارب. وزي كمان كلمة coat 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 يعني معطف يعني جاكيت coat coat coat. زي ما احنا شايفين قدامنا حرف ال A برضو ما بقاش ليه أي ساوند أو أي صوت، بقى مستخبي، وحرف ال O هو اللي ظهر وخده معاه في طريقه وبقت كوت كوت كوت. تالت جزء عندنا في الفونكس الخاصة بيونت 3 in my community هي حرف ال O لما بيجي بعد منه أي حرف وفي آخر الكلمة بعد كده بيكون في حرف ال E. O بعد كده مسافة بعد كده E O بعد كده أي حرف بعد كده E. هنا في الحالة دي حرف ال O بيكون واضح جدا، والحرف اللي بيبقى قبل ال O بيبقى واضح هو كمان، والإي ما بيبقاش واضح في نهاية الكلمة. يبقى الأو بيبقى واضح جدا والحرف اللي قبل منه بيبقى واضح كمان، وحرف الإي في آخر الكلمة لا ينطق، ما بيبقاش موجود. زي مثلا في كلمة nose 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 يعني أنف nose nose nose. هنا حرف الإن واضح جدا وحرف ال O كمان واضح جدا والاس منطوق بشكل عادي، لكن ال E silent مش موجود في النطق بتاع الكلمة، يبقى ايه nose nose nose. وكمان كلمة زي كلمة rub 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 يعني حبل. حرف ال R هنا واضح جدا وال O وال P منطوقة بشكل عادي. مرة كمان rub rub rub. يبقى في حالة إن حرف ال O بيبقى موجود في وسط الكلمة وبعد منه أي حرف
وفي الاخر حرف الاي. حرف الاو في الحاله دي بيبقى منطوق بشكل واضح جدا، والحرف اللي قبل منه كمان بيتنطق بوضوح جدا، وحرف الاي في اخر الكلمه بيكون سايلنت ما بيتنطقش، زي كلمه نوز نوز نوز، وزي كلمه راب راب راب. وبكده نكون انهينا درس النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات الخاصة بشرح منهج ديسكوفر، موجود عندنا الشرح بتاع منهج ديسكوفر الترم الأول والترم الثاني مشروح بشكل كويس جدا، وكمان فيديوهات كونكت وكونكت بلس، وكمان دروس التأسيس. أنا بسيب لكم قوائم التشغيل كلها في الوصف بتاع كل فيديو، تقدروا ترجعوا لها بمنتهى السهولة، هتلاقوها متقسمة بشكل كويس وواضحة جدا. وفي الختام أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس اعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.